مش هذا ملعب الصفا، مباراة كمان كانت حافلة، مباراة كانت مهمة جدا، فريقين عم بيحاولوا يثبتوا نفسهم، فريق القلعة الصفراء أو الصفا أو فريق الحكمة الفريق الأخضر. كان أمامه فرصة كبيرة لينال ثلاث نقاط فريق الصفا، خاصة بعد ما كان متقدم بهدفين على الحكمة، ولكن الحكمة كان عنده رأي آخر. تسديدة كانت من النعماني الحكمي اللي كانوا عم يلعبوا بغياب تومي حسان ابراهيم، ما حسن ما كان عم يعرف يستغل هالكره اللي كان ممكن يسجل منها، بس هالشيء رح يصير. بالدقيقه 35 حسان شويخ لحسان ابراهيم اللي بيسجلها داخل الشباك بيعوض. 1-0 النتيجه بتصير لفريق الصفا يلي عم يلعب قلت لكم على ارضه، كان امامه كثير فرصه انه يطلع من المباراه معه ثلاث نقاط. مارسيليو بين ايدين الحارس، فرصة جديدة كمان، تشتيت كان هون من الدفاع، طوني الظهر كان عم يسيطر على الوضع ليخلص الشوط الأول 1-0. بالشوط الثاني بالدقيقة 53 تحديدا رح يكون في هدف لفريق الصفا بعد الكرة العرضية هون، والحكم عم يحتسب لمسة يد داخل منطقة على جدير، بيسدد الكرة حسان ابراهيم بنجاح داخل الشباك. فاذا 2-0، رح نشوف اذا لمسة اليد كانت داخل منطقة الجزاء ولا خارج منطقة الجزاء، هل كانت متعمدة او غير متعمدة بالحالات التحكيمية. الهدف الثالث حيجي بالمباراة لصالح الحكمة دقيقة 63، يوسف بركات لفؤاد حجازي، وبطريقة حلوة كثير بسجل فؤاد حجازي هدف تقليص الفارق. نعماني ما راح يحسن استغلال الفرصة اللي راح تسنح له هون، تأخر والدفاع بخلص. فؤاد حجازي حظه مع العرض راح يكون هالمرة، لأنه راح تستلم كرته بالعرض وبتتخلص من الدفاع. علي واصف تسديدة عشوائية، مع إنه كان ممكن يعمل كثير شغلات فيها علي واصف، على القليل يطلع على المرمى ويسدد على المرمى. الهدف الرابع بالمباراة راح يجي بالدقيقة 96، 7 دقائق وقت محتسب بدل عن ضائع كان بهالمباراة. تسديده كانت بعد معمعة بتوصل لفؤاد حجازي وبسدد هالاخير داخل الشباك لتنتهي المباراة بتعادل 2-2 بين الحكمة والصفا. المباراة صارت على ملعب الصفا بوطن مسيط مثل ما قلت لكم. كل صراحة بنحملها مسؤولية الحماني. فاذا مثل ما شايفين حسان ابراهيم بالدقيقة 35 بالدقيقة 53، فؤاد حجازي بالدقيقة 63 بالدقيقة بنعتذر بالدقيقة 94 مش بالدقيقة 96، وكان في 5 دقائق وقت محتسب بدل عن ضائع. على كل حال الحكم الدولي محمد حميني هو اللي كان عم يقود المباراة، والانذارات حصل عليها من فريق صفا وليد الميري، جون كلود كمال، سلطان قاسم ومصطفى زعيتر. من الحكمة كان في يوسف بركات.